احنا اول ما تشرق الشمس ها نجي هنا نسبة حتى نبرد نفسنا ها كهرباء ما عندنا بمنطقتنا وبيوتنا حارة. يلا ارتفاع درجات الحرارة حرارة مو طبيعية طبعا، احنا بشر ما قاعد نتحمل هذا حيوان شنو ذنبه؟ فأكيد نرشه حتى لا يموت، سبب كلش عالي درجات الحرارة ارتفعت. فنرش مياه يومية باليوم 6-7 مرات في سبيل حتى نبرد هاي الحيوانات.